هذا شرف لتونس، وهو رمز لضم المغرب الأدنى والمغرب الأقصى دون حاجز بين شعوبنا، وإحياء لإرادة الزعماء الذين ناضلوا في سبيل الاستقلال وأطلقوا المسيرة الخضراء وحملون أمانة لاستكمالها. وهذا إيمان منا في وقفة يوم نحقق فيها هذا الحلم ونستكمل فيها العزة والكرامة بإطلاق اتحاد المغرب الكبير، وهذا إيماننا. وإن شاء الله سنعيش هذه الوقفة التاريخية كما عشنا التخلص من الاستعمار الأوروبي، نعيش وقفة التغلب على شقاقاتنا بإعلاء الحكمة وتعميق الأخوة ورفع كلمة الحرية لجميع شعوبنا والوحدة والعزة والكرامة للمغرب الكبير. أظن أننا لا نقصي أحد، أملنا أن نخلق روح الأخوة حتى تتغلب على روح التفرقة والذاتية الانشقاقية. بالنسبة إلينا كل من خرج عن الصف يحق له أن يعود إلى الأسرة الكبيرة وأن يعيننا على التغلب على مصاعبنا على الصعوبات، وأن يضم الأجراح، ولنا مكان للجميع، لا نقصي أحد. نحن نرفع دعوة إليهم جميعا حتى يكونوا أغصانا للشجرة الواحدة هي شجرة المغرب الكبير. كلهم إخواننا، لا نغضب على أحد، وندعو الجميع إلى العودة إلى الحكمة وإلى اعتناق الأخوة وتعزيز الصف الجماعي.